عن اللاجئين السوريين في لبنان، فقرتنا الرئيسية لليوم. مع نهاية كل عام تصدر إحصائيات جديدة حول اللاجئين، اليوم بين إيدينا إحصائية تضمنها تقرير صادر عن 3 منظمات دولية حول الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان تحديدا. فقر وديون كبيرة يتحملها اللاجئون السوريون في لبنان، يا ترى هل تعتبر السبب الرئيسي لعودتهم إلى سوريا؟ موضوع نقاشنا لليوم رح يكون عن هذا، بشو صار بعد هذا التقرير. تتصدر عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا عناوين الأخبار في إعلام النظام والإعلام المهتم بالشأن السوري، وغالباً لا يمر أسبوع إلا ونشهد عودة مئات من هؤلاء اللاجئين ضمن ما يسمى برنامج العودة الطوعية. تتنوع أسباب العودة ويختلف كثيرون حولها، لكن الأمم المتحدة ربما وضعت يدها على أهم هذه الأسباب من خلال تقرير عن أوضاع السوريين في لبنان، حيث ما زال قرابة 70% من السوريين في لبنان تحت خط الفقر. يحاول السوريون هناك التغلب على غلاء المسكن وقلة فرص العمل وانعدام الأمن الغذائي بالديون، مما جعل نسبة 88% منهم مدينين بمبالغ كبيرة أدرجت ضمن التقرير دون حل قريب أو واضح لأزمتهم المادية. عادة ما تنعكس الأوضاع الاقتصادية على أوضاع اللاجئين الاجتماعية، حيث يترافق الانعدام المادي بارتفاع نسبة زواج الأطفال إلى 29% بزيادة 7% عن العام الماضي، بالإضافة إلى وجود 5% من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان في سوق العمل، كما أن 32% من هؤلاء الأطفال خارج المدارس. تقر بيروت بوجود أكثر من 1.5 مليون سوري في لبنان، بينما توثق الأمم المتحدة قرابة 1 مليون فقط، معظمهم لا يجد مهربا من الضغوط والأزمات المتلاحقة سوى بالهجرة خارج مربع الدول المجاورة لسوريا أو العودة إلى مجهول البلد. عن هذا الموضوع خلينا أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم على صفحتنا على الفيسبوك، هل يجبر الفقر السوريين في لبنان على العودة إلى سوريا؟ ناطرين التصويت وأيضا أسئلتكم واقتراحاتكم على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. وأنا بدوري بدي رحب بضيوفنا اليوم، معنا في الاستوديو الدكتور فراس شعبه وهو باحث في الشأن الاقتصادي السوري. مساء الخير لإلك. مساء الخير فيكم، أهلا وسهلا ست يارا وسيد محمد. يا أهلا فيك. وأيضا معنا عبر السكايب الصحفي أحمد فهد الأيوبي من لبنان، مساء الخير لإلك. مساء النور. مثلا نقول لضيوفنا دكتور فراس، اول شيء كيف فينا نوصف وضع الوضع الاقتصادي والمعيشي عموما للسوريين في لبنان؟ طبعا الوضع الاقتصادي للسوريين في لبنان وضع سيء، اذا قارنا لبنان ما ببقيه الدول اللي لجأ للسوريين فكان لبنان الاشد عنفا بصراحه في التعامل مع السوريين والاشد عنصريه في التعامل مع السوريين. لازم ننوه انه لبنان هو البلد الوحيد اللي رفض اقامه مخيم رسمي لوكاله الامم المتحده، ف وزع اللاجئين في مناطق متناثرة في مناطق نائية، هي المناطق ما في عمل في الأساس، فاللاجئ وجد نفسه في مكان لا يمكن العمل فيه، بالإضافة للضغوط المحيطة فيه، بالإضافة لأنه الوضع في لبنان مرتفع التكاليف جدا، كما بتعرف لبنان أغلى من سوريا وأغلى من كثير من الدول، فهذا الشيء زاد الأعباء على المواطن أو على اللاجئ السوري، ما زاد الأعباء الاجتماعية، تحولت هذه المشاكل الاقتصادية مثل ما ذكرتوا في التقرير متحول الى مشاكل اجتماعيه باطفال، في التعامل مع التهرب من المدارس، في انحراف ممكن توصل الى مراحل زواج مبكر الاطفال، هي المشاكل كلها نتجت عن حاله اقتصاديه عم يعيشها البلد، عم يعيشها اللاجئ في هذا البلد. طبعا ممكن البعض يقول ان هي ضغوط للضغط على اللاجئ السوري للعوده الى بلده بشكل غير مباشر. رح نحكي أكثر معك بهذا الموضوع. سيد أحمد، بمعاينتك للوضع بشكل خلينا نقول ميداني، بتشوف أنه اللي ورد بتقرير الأمم المتحدة هو حقيقي وبلامس اللاجئ السوري بلبنان؟ لا شك أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون معاناة شديدة، خاصة أنهم يتوزعون في أماكن بعضها لا يحظى بأي تغطية إنسانية
مثلا تلك المخيمات في جرود عرسال التي لا يزال بعضها موجودا في البقاع، نرى كيف تغرق في الوحول وكيف تغرق في الفيضانات في بعض مناطق عكار بشمال لبنان. هناك معاناة إنسانية حقيقية لا يمكن وصفها إلا بالكارثة على هذا المستوى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه تراجع اهتمام المنظمات المانحة عن رعاية السوريين في لبنان، اللاجئين السوريين في لبنان، ترك آثارا حقيقية وكبيرة. وهذا أيضا من ضمن شبهات السياسات الدولية التي تتعرض لها القضية السورية. المسألة الأخرى هي الانقسام اللبناني. فالشارع القوى السياسية اللبنانية منقسمة إلى قسمين، المحور الذي يؤيد نظام الأسد وفيه حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتولى وزارة الخارجية، وهناك ما تبقى من قوى 14 آذار المتمثلة برئاسة الحكومة وبعض الأحزاب السياسية مثل القوات اللبنانية. طيب يعني أستاذ أحمد، يعني برأيك الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء للسوريين بلبنان، هل هو نتيجة سياسة تجاه هدول اللاجئين، ولا هو الوضع العام في البلد؟ لأنه حتى على اللبنانيين يعني الأمور ليست جيدة. الاثنان معا. السياسة التي فرضها حزب الله فوتت الكثير من فرص دعم اللاجئين السوريين، وأجهضت الكثير من مشاريع التنمية التي كان يمكن أن يستفيد منها البيئة الحاضنة للاجئين واللاجئون السوريون أنفسهم. هناك الكثير من المشاريع التي طرحت وتم إجهاضها بذريعة رفض توطين السوريين في لبنان. هذا الأمر مسؤول عنه حزب الله، مسؤول عنه التيار الوطني الحر، مسؤول عنه وزارة الخارجية. يمكن الاشتباك الأعلن غير المسبوق مع منظمات الأمم المتحدة، وأدت إلى تهشيل وتهريب ومغادرة الكثير من الجهات التي كانت تهتم بدعم اللاجئين السوريين في لبنان. نعم سيد أحمد، الواقع الاقتصادي في الأصل سيء طبعا. سيد أحمد ابقى معنا، رح نرجع أكيد لنتابع النقاش معك. دكتور فراس، من يتحمل المسؤولية؟ شو الحلول اللي ممكن تكون متاحة أمام السوريين الموجودين بلبنان حاليا، خاصة أنه هن يعني الموضوع مو قيد اللحظة، هو هن صار لهم 7 سنين تقريبا موجودين. بصراحة يحزننا اليوم عم نحكي على لاجئين لبنانيين أو لاجئين سوريين موجودين في لبنان، ولاجئين سوريين أو في المخيمات عم يعانوا من مشاكل، فاللاجئين في هذه المناطق عم تعرضوا يعني لضغوط رهيبة. المجتمع الدولي لازم يتحمل جزء من هذه المسؤوليات، الحكومات لازم تحمل جزء من هذه المسؤوليات، لازم يتم إتاحة بعض الحريات للاجئين. اليوم العلم الحديث بلك رأس المال ما هو فقط رأس المال المادي، في شيء رأس مال اجتماعي، في شيء رأس مال بشري، في شيء رأس مال بيئي. فأنا لازم أخلي هذا اللاجئ يتحرك يشتغل، أخلي أعطيه الصلاحيات أنه ممكن يعمل مثل ما عملت بعض الدول، ألمانيا، السويد، النمسا، الهولندا، تركيا، أعطيت مجال للاجئين. هي الفكرة جديدة، الفكرة أنه الوطن العربي أو الدول العربية قصة اللاجئين جديدة عليها، فعم تحاول تعتبر هذا اللاجئين عبء، فهي ممكن هذا العبء تحوله إلى مورد اقتصادي واجتماعي ممكن ينمي الاقتصاد البلد نفسه، البلد المضيف لهذه اللاجئين، خاصة أن السوريين يعني بيمتلكوا كثير من الميزات، كثير من المهارات. لبنان يمكن إلى وضع خصوصي نوعا ما، بتذكر قبل فترة على السوشيال ميديا انتشرت مقاطع لمعارضة عمل السوري بالسوق اللبنانية. بلبنان في تجاذبات سياسية وتجاذبات طائفية، للأسف السوريين راحوا في هذه التجاذبات. مثل ما ذكر الضيف الكريم، في فريقين في لبنان، فريق مع محور وفريق مع محور آخر، وكل فريق بيحاول بيلعب على الأوتار اللي بيفضل المحور اللي هو عم بيشتغل معه، فهذا عم بينعكس على اللاجئ السوري بصراحة. وعلى فكرة المحورين هن ضد اللاجئ السوري بالنهاية. طيب لأي درجة هون المنظمات الدولية بتتحمل مسؤولية؟ يعني يمكن ما كثير الناس بتقدر تتعول على الحكومات العربية عموما. بتذكر ضيفنا موضوع انه المنظمات الدولية اللي عم يعني خف الدعم بالفترة الأخيرة، ويبدو انه قد يكون هناك قرار سياسي او ما شابه. يعني هل هو مهمة بالأخير المنظمات مفوضية اللاجئين او غيره فقط اصدار تقارير واعطاء معلومات عن اعداد وما شابه، ولا مساهمة في شكل المنظمات الدولية بتتحمل جزء من من من, من معاناة السوريين، ولكن هذا الجزء هو ليس مستمر الى المال الى النهاية، فلازم يكون في آليات لجعل السوريين على الأقل ينخرطوا في المجتمع الذي موجودين فيه، إيجاد وسائل أخرى لتحقيق سبل العيش عوضا عن الإعانات أو المنح المالية التي تفرض عليهم.
الحكومات في بعض الحكومات بصراحة تضيق على المنظمات، على عمل المنظمات، لا تسمح لها بالكثير من البزخ، أو يتم الصرف عن طريق الحكومة نفسها، وهذا الموضوع يشوبه كثير من قضايا الفساد. طيب سيد أحمد، يعني ذكرنا قبل شوي موضوع الحالة الاجتماعية اللي عم ترافق الحالة الاقتصادية للاجئين الموجودين بلبنان، وقديش هي فعلا صعبة، حتى التقرير ذكر شيء عمالة أطفال، شيء زواج قاصرات، فلو تحكي لنا بشكل موسع عن هذا الموضوع. يعني أود الإشارة إلى أنه ليس الطرفان في لبنان ضد اللاجئين، نحن من ضمن فريق يعني دفع ويدفع باتجاه رعاية وحماية اللاجئين، وندفع أثمانا في السياسة وما إلى ذلك، لكن حزب الله وفريقه دفعا بجزء من السلطة اللبنانية وببعض الأجهزة الأمنية للضغط على اللاجئين من أجل العودة بدون ضمانات وتجاوز شروط الأمم المتحدة في العودة الطوعية والآمنة. هذه المسألة لابد من التنويه إليها. المسألة الأخرى هي أن الدولة اللبنانية أصلا اليوم دخلت في دوامة عجز مالي خطير جدا، يوشك بموجبه أن يحصل انهيار كبير جدا على المستوى اللبناني، وهذا أيضا سيكون له تأثير كبير على اللاجئين السوريين في لبنان. هذه الأزمة الاجتماعية الطاحنة إذا ما انفجرت فلا شك بأنها ستأخذ في طريقها أوضاع اللاجئين السوريين. الآن كيف يعيش اللاجئون؟ نحن على تماس مباشر، نحن كنا منذ مثلا سنتين أو ثلاث سنوات كنا بسهولة نستطيع مثلا تأمين مساعدات في مجال الملابس والأطعمة وحتى المأوى. الآن استنفدت هذه المصادر ولم يعد هناك إمكانية حقيقية من أجل تأمين أمور بسيطة للاجئين السوريين، وهذا أمر مقلق جدا ومخيف، لأن مثل هذا الوضع أيضا ينذر بانفجار، وهؤلاء بشر يستحقون الكرامة، يستحقون الحياة، يستحقون توفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. فكيف ونحن نتحدث عن أعداد هائلة تتجاوز المليون ولم يعد منهم إلا عدد قليل بسبب الخوف من العودة إلى سوريا وما يمكن أن ينتج عنها من نتائج خطيرة على مستوى حقوق الإنسان ومصير هؤلاء البشر الذين يمكن أن يتعرضوا للقتل والسجن والاعتقال وما إلى ذلك. برأيك يعني هل هذا الاحتمال وارد؟ هل فعلا يعني قد يضطر البعض يعني بشكل إجباري للعودة من لبنان إلى سوريا؟ هناك من يعود الآن، هناك من يعود بدون أي ضمانات، وتواردت إلينا أنباء عن تعرض بعضهم للقتل أو التعذيب أو الاعتقال، وهذا ما أدى إلى فرملة وتخفيف وتيرة العودة بالرغم من كل الضغوط أو المغريات المحدودة التي تم تقديمها للاجئين. نحن أمام عقدة حقيقية، النظام يحول هذه القضية إلى مادة ابتزاز للبنان بكل معنى الكلمة، يريد من خلال قضية اللاجئين أن يحقق مكاسب سياسية ويفرض عودته إلى لبنان، وهذا أمر أيضا فيه معضلة كبيرة. وبالمقابل المجتمع الدولي الآن يتفرج بعد التطورات الأخيرة في الساحة السورية والانسحاب الأمريكي وما قبله، نحن أمام حالة إنسانية يعني فعلا شديدة الخطورة. نحن نحذر من هذا الإهمال لقضية اللاجئين السوريين وندعو إلى العودة للسياسة التي كانت تقوم على المواءمة بين مساعدة اللاجئين السوريين وإقامة المشاريع الداعمة للبيئة الحاضنة لهم. هذا هو الحل الوحيد الممكن الآن، ويجب العودة إليه والضغط من أجل العودة إليه، لأن تجاهله سيؤدي إلى عودة مشاكل الهجرة عبر البحر المتوسط. هناك خطر حقيقي قبل فترة فعلا صار في دفعة كانت طالعة من لبنان عبر البحر باتجاه قبرص. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع، بس رح نشوف انفوغراف حول الوضع الاقتصادي للسوريين في لبنان ونرجع لنقاش مع ضيوفنا.
دكتور فراس، احد البنود اللي ذكرها التقرير هو موضوع الدين، يعني 88% من السوريين عم يتدينوا، هل هذا الشيء ممكن يلاحقهم لحتى بعد استقرارهم وانتهاء وضع المخيمات؟ هلا رقم بصراحه كبير جدا، وانا تفاجات في هذا الرقم. $1000 مو قليل للسوري. $1000 يعني مبلغ كبير في تركيا وفي سوريا، ولكن اعتقد ان في لبنان لا باس فيه، مبلغ لا باس فيه، ولكن كما ذكرنا ان الوضع المعيشي في لبنان وضع يعني مرتفع الاسعار. أعتقد أن إذا استمر وضع هيك هذا مؤشر خطير جدا على مستوى العائلات السورية، وممكن أن يؤدي إلى مشاكل مثلا اجتماعية، ممكن أن تمتد إلى ملاحقتهم فيما بعد. يعني والتقرير ذكر حتى مثل موضوع الانعدام سمى الأمن الغذائي حتى، يعني هلا الأمن الغذائي هو مفهومه أنه قدرة الفرد على تأمين احتياجاته بسهولة ويسر بشكل طبيعي. بصراحه التقرير بيحكي عن 70% من اللاجئين تحت خط الفقر، وهذا كمان مؤشر خطير، فهذا بينم عن مشكله حقيقيه. اليوم المنظمات لازم تبحث عن طرق جديده في التعامل مع اللاجئين، حتى الدول تبحث عن طرق جديده في التعامل مع اللاجئين. بالنسبه لموضوع الطرق، يعني بما انك هلا ذكرت الموضوع، يعني هل المشكله هي التعامل دائما مع اللاجئ الموجود بالمخيم بشكل مؤقت، ما في اي تعامل معه بمشروع تنموي باستدامه فيما بعد، دائما التعامل معه انه خذ بس كول. التعامل مع اللاجئ بهذه الطريقة طريقة فاشلة وأثبتت فشلها على مدى سنوات سابقة. اليوم نتعامل مع اللاجئ بتعبر معه على حالة، على كائن بشري يحتاج إلى غذاء وصحة وما حتى صحة بالحد الأدنى. التعامل معه بهذا الشكل خطأ كبير، لازم نتعامل معه على أنه كائن عنده القدرة على الإنتاج، كائن عنده يمتلك الكثير، ممكن نستفيد من هذا الكثير اللي عنده لحتى ننمي البيئة اللي هو موجود فيها، حتى يكون فاعل في المجتمع ويؤدي إلى زيادة إنتاجية، وهذا مفيد يعني على المنظمة نفسها وعلى البيئة اللي حاضنته البلد المضيف. طيب أستاذ أحمد، نحن عم نحكي عن تقرير ذكر يعني نسبة منيحة كبيرة من السوريين الموجودين بلبنان، لكن أيضا اللي عندهم طبعا مشاكل اقتصادية ومعيشية، لكن بالمقابل يعني كان معنا أخبار وتقارير سابقة عن عدد من السوريين أيضا اللي ضخوا استثمارات ربما بلبنان، عم يشتغلوا بشكل جيد، وبالتالي إذا حكينا عن الشريحة الأخرى اللي ما تناول أو شمل التقرير، كيف ممكن نوصف أوضاعهم؟ دعني أقول بأن اللاجئين السوريين لاقوا احتضانا كبيرا على المستوى الشعبي منذ دخول اللاجئ الأول إلى لبنان أو العائلة الأولى إلى لبنان. الشعب اللبناني وخاصة في المناطق في الشمال وفي عرسال اقتسم مع الإخوة اللاجئين يعني قوت اليوم وعبء الصحة وعبء الموارد كلها، لذلك هذا أمر لابد من الإشارة إليه من باب الإنصاف. المسألة الأخرى هي أن السياسة اللبنانية التي اعتمدها التيار الوطني الحر أو التيار العوني وحزب الله أدت إلى هرب الكفاءات السورية، أدت إلى هرب رؤوس الأموال التي كان يمكن أن تستثمر في مشاريع كبرى، خاصة في بداية يعني الثورة السورية جاء أصحاب المصانع وأصحاب الشركات و كانوا موجودين في لبنان وينتظرون خطوات عملية للبدء بمشاريع استثمارية قريبة إلى الحدود مع سوريا. هذه الميزة التي كانت قائمة كان يمكن أن تؤدي إلى فرص عمل كبيرة جدا للاجئين السوريين وللبنانيين أيضا. مع الأسف الشديد العنصرية التي اعتمدها التيار العوني وأيضا حزب الله تجاه هؤلاء أدت إلى أن يغادر القسم الأعظم منهم، أيضا الكفاءات العلمية بكل أسف غادرت، وبقي من اللاجئين السوريين الإخوة الذين لم يعني يتمكنوا من التحصيل على شهادات عالية، الذين تنتابهم حالات الفقر والعوز نتيجة الظروف والتهجير، وبالتالي تحولوا إلى عبء حقيقي في هذا المشهد. لا ذنب لهم في ذلك، لكن الحكومة اللبنانية وهؤلاء السياسيون الذين مارسوا التمييز والعنصرية ضد الكفاءات السورية أدت إلى هذا الواقع السيء. في تركيا شهدنا سياسات أفضل بكثير، حتى أنهم منحوا الجنسية، حتى أنهم يعني تم تسهيل كل الفرص الاستثمارية لهم بعكس الواقع اللبناني. لذلك نحن ندفع الآن
الاستفادة من طاقة اللاجئين. السياسات السورية المؤسفة. خلينا نفكر بسؤال حلقة قبل الختام مشاهدينا. 69% من السوريين في لبنان تحت خط الفقر حسب تقرير للأمم المتحدة. هل يجبر الفقر السوريين في لبنان على العودة إلى سوريا؟ 74% قالوا نعم، أنه قد يضطر الفقر فعلا بعض الأشخاص للعودة. في كتير تعليقات، وبعض التعليقات يعني شخص اسمه رحمن نور الدين عم يقول الفقر أهون من الموت، العالم خايفة ترجع. تعليق أخير دكتور فياس. في سلم احتياجيات الفرد، الأمان والأمن هو أول شيء. أكيد. وخاصة بعد الضغوط اللي عم مارسها النظام على العائدين، فهي عملت فرملة شديدة جدا بصراحة ضد أي عودة. فبعتقد أنه يعني دائما بحث عن الامان في المرتبه الاولى. استاذ احمد، كمان بناخذ منك تعليق على النسبه. ايضا النسبه على اليوتيوب 82% قالوا نعم و 18% قالوا لا. اعتقد بان كل شخص يريد ان يعود الى سوريا يضع مصيره وحياته في الميزان. الان ربما يكون هناك بعض الانفعالات المتحكمة بهذا التصويت أو ذاك، لكن في النهاية إذا لم يحصل في سوريا أمن واستقرار حقيقي وضمانات بعدم استمرار القتل والعنف والإرهاب، فلا أعتقد بأن أحدا مستعد للمخاطرة بحياته وبحياة أبنائه بهذا الشكل. نعم، بالنهاية بدي أتشكر الدكتور فراس الشعب وهو باحث في شأن الاقتصاد السوري، ومن لبنان كنت معنا الإعلامي أحمد فهد الأيوبي. شكرا لكم على المعلومات أدبتونا إياها. فاصل قصير وبعده بنتابع.